السلام عليكم. زيت الزيتون يعتبر من الزيوت النباتية الصحية، ولكن وش اللي يخلي زيت الزيتون يفرق عن غيره من الزيوت النباتية؟ زيت الزيتون اللي موجود في السعودية يعتبر من أهم الزيوت النباتية، والسبب في ذلك أنه معصور على البارد، وأنه عصرة أولى، وأنه يتم استخلاصه بدون كيماويات وحرارة مثل زيت زيتون نادك. ولكن وش اللي يخلي زيت الزيتون مميز عن غيره من الزيوت؟ من أهم فوائد زيت الزيتون أنه مرتفع بنسبة الدهون الأحادية الغير مشبعة، واللي تشكل 75% من محتوى الزيت. طبعاً بنسوي فتوش بزيت زيتون نادك. طبعا تكتمل الفتوش بزيت زيتون من نادك عضوي بكر ممتاز عصرة أولى.